have lift off on the Falcon 9, Cleveland. It's kicking. Falcon 9 has cleared the tower. First stage engines and tanks, looking good. وليس هذا فقط، بل لديهم أيضا مستوطنات وقواعد يراقبون من خلالها الحياة على الأرض، وهذا ما اكتشفته ناسا وقررت أن أفضل طريقة للتعامل مع الوضع هي إنكار كل شيء وعدم الإخبار به. ادعاء الصحفي إيان أيدتهم ومباني أخرى كروية الشكل، كما تحتوي القاعدة على أبراج أيضا كلها صناعة غير بشرية، واختارت ناسا عدم مشاركة كل ذلك مع العالم.